مساء الخير عليكم مشاهدي قناة النهار رياضة في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من A1. هكون معكم مي حلمي في جولة على كل عالم السوشيال ميديا الخاصة بنجوم الرياضة في مصر وكل أنحاء العالم. هستنى آرائكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك النهار رياضة أو على الهاشتاج الخاص بالبرنامج على تويتر A1. قبل ما نبدأ جولتنا النهاردة هتابعوا معايا مهارات وأهداف أسكو زيدان الجديد. أحدث فيديوهات قناة دوت بيرفكت. أهداف راموس القاتلة. رونالدينيو يلعب تنس الطاولة ولكن بكرة القدم. نزل كريستيانو على صفحته الرسمية صورة بتضم أفضل لحظات مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ بعد تسجيل الهاتريك وقيادته للفريق والتأهل لنصف دوري أبطال أوروبا. اليوفي نزل صورة لفريقه وهو بيحتفل بتأهله أمام برشلونة بعد ما تعادل في مباراة العودة وتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0. احتفلت كريزة السوشيال ميديا ماريا شاربوفا بعيد ميلادها على صفحتها الرسمية بالإنستغرام. نزل رافائيل نادال على صفحته الرسمية صورة ليه وهو بيتدرب استعدادا لبطولة مونت كارلو وعلق عليها وقال انه مستعد للعب في مونت كارلو. نزل الحساب الرسمي لدوري ابطال اوروبا صورة لداني الفيش وهو يواسي نيمار زميله السابق بعد ما خرج من دوري ابطال اوروبا على حساب فريقه يوفنتوس، والصورة دي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. في الصورة دي بيبان مواساة نادي بروسيا دورتموند جماهيره بعد الخروج أمام موناكو من دور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. ودعت صفحة دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو وفيليب لام في آخر مباراة أوروبية ليهم وعلقت وقالت سنفتقدكم، شكرا لكم على كل شيء. نزل ألفارو موراتا لاعب ريال مدريد احتفالية مع أصدقائه بعد فوزهم على بايرن ميونخ وعلق وقال دوري الأبطال ليس للأطفال. كمان احتفلت موناكو بالتأهل أمام بروسيا دورتموند وتأهلهم لنصف النهائي بعد الأداء العالي والروح العالية اللي لعبوا فيها في المباراتين.
واخر صوره هنختم بيها معانا جولتنا على انستجرام هي للعالميه سيرينا ويليامز بطله التنس المعروفه طبعا. الصوره انتشرت بشكل كبير جدا على بيجز على انستجرام وخدوها من على الستوري بتاعه سيرينا ويليامز. تعالوا نشوف بيهنوها على الحمل وكتبت على الصوره 20 ويكس 20 اسبوع. وصفحه فوك كمان نزلت الصوره وكتبت كونجراتوليشنز سيرينا. كمان سيرينا نزلت فيديو بتقول فيه ان المكان ده غالي على قلبها جدا وبتلاقي فيه نفسها. مش انت لوحدك بس يا سيرينا اللي بتلاقي نفسك في شغلك، تعال نشوف الفيديو. هنبدأ جولتنا في بحر فيديوهات السوشيال ميديا ومع قناة WWE، والفيديو اللي جاي بقى جديد وغريب بس بصراحة مختلف لأنه في أقوى 10 لحظات اتحطت فيها الحلبة بين المصارعين في لحظات كلها قوة. تعالوا نشوف. ونروح لنيمار اللي هنشوف لحظة بكائه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد ما فريقه البارسا تعادل في مباراة الإياب قدام يوفنتوس وانتهت نتيجة المباراة الذهاب بنتيجة 3-0. نتكلم عن كرة القدم ما ينفعش ننسى الساحر اللي دايما بيكون ليه طريقة تانية ومش عادية في كل حاجة. الفيديو ده لرونالدينيو وهو بيلعب تنس لكن بكرة القدم، وبصراحة الفيديو تحفة. واللي بيلعب كمان رونالدينيو لعيب حريف وعنده إصرار انه عايز يكسب، بس حظه انه بيلعب مع الأسطورة ما ينفعش يخسر. No! No!
هنشوف دلوقتي فيديو دمه خفيف، الاطفال بيشاركوا في الاولمبياد، وبصراحه الفيديو ده بيموت من الضحك ومليان حماسه وكمان براءه الاطفال. Welcome back to the baby games. We've got it all for you. The struggles. Oh, the intensity. The triumphs. First up, gymnastics. The American. Working it. Just look at that concentration. 10-meter toddle, one of the marquee events at any baby game. And there they go. China running away with it. Oh, looks like he's stuck on the line. And here comes Argentina on the outside. But China does it for gold. Back to gymnastics. Japan on the rings. Pressure has never been higher. What an effort. Now the Americans. The dismount. Nailed it. Gold for the U.S. Over to weightlifting. Argentina, can they do it? Oh, and it's a heartbreaking result. Well, the German just showboated. Now on to our final event, the three hurdle toddle. And there they go. A little unorthodox. France having some trouble on the last hurdle. Oh, and it's incredible. It's gold for France. Watch all your favorite Olympic moments on the Olympic Channel, where the games never end. زي ما احنا لسه بنضحك بس مع الميه، انا دايما بتكلم عن الميه والسباحه، يبقى لازم نتكلم عن مواقفها والحاجات الغريبه اللي بتحصل فيها. الفيديو اللي جاي تحت عنوان دي زحليقه ولا تعذيب، انت بتتزحلق ولا بتتعذب؟ وكانوا كاتبين تحت الفيديو ايه المشكله في الحته دي بالذات. تعالوا نشوف الفيديو. الفيديو اللي جاي بقى جاتسكي بس جوه حمام سباحة، ومش ولد اللي سايق، لا دي بان. تعال نشوف الفيديو. البنات جامدين برضو. الفيديو اللي جاي من جوه كواليس التجديف، بدل ما بيتدربوا في البحر بيتدربوا في البسين. تعالوا نشوف.
التعليقات اللي كانت موجودة على الفيديو اللي هنعرضه حالا تحت عنوان This is not fake، بسبب ان في حد كتب ان الفيديو متركب خدعة بصرية ومش حقيقي. ولكن انا احب اقولك فعلا ان الفيديو مش فيك، عشان الكلام ده بياخد تدريبات اسابيع ويمكن شهور وسنين كمان. تعال نشوف. نروح بقى نشوف فيديو بيضم أغرب 20 ضربة جزاء ممكن تشوفها في حياتك. تعال نشوف الفيديو. الفيديو اللي جاي بقى لأفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو بيصنع أحلى وأجمل 20 هدف في حياته. طبعا مش محتاجة أقول هو مين، أكيد عرفته أنه كريستيانو رونالدو.
نروح لفاصل ونرجع ونكملها معاكم على الهاشتاج A1 بتويتر. ريانا ولسه مكملين في A1، وعشان ما فيش رياضه بنساها او ما بجيبهاش في A1، جبت لكم الفيديو ده فيه افضل اهداف ومهارات لكره اليد في العالم. والاحلى من اننا هنتفرج على فيديو خلاص، اننا هنستمتع مع رياضه مميزه فعلا. تعالوا نشوف. ونروح تاني لـ WWE ونشوف أقوى مواقف لردود فعل الجمهور. وللعلم يعني الفيديو ده حقق أكتر من 1,000,000 مشاهدة فترة قصيرة جدا. تعال نشوف. You know something, me and you, we have been through so much together. I respect you and I want to let you know that you're like a sister to me. WWE, that rumor has made the rounds, and certainly not excluding Madison Square Garden. Like the fans want to see him go. Faster than a buck, the biggest thing to hit Canada, cut the Maple Leafs suck. تعالوا نشوف لما متسلقوا الجبال حبالهم تتقطع وهم في اعلى جبال العالم بيعملوا ايه، ويا ترى ده حظ ولا مهاره؟ ده كان عنوان الفيديو اللي هنشوفه، بس هو حاجه صعبه. تعالوا نشوف.
ودلوقتي هنشوف احدث فيديوهات قناه في الارمي وهنستمتع بفيديو جديد من القناه اللي دايما بتبهرنا بكل جديد وغريب وكمان بتضحكنا. تعال نشوف. دلوقتي جه ميعاد الفيديو اللي دايما بتستنوه في الحلقه، مش بس عشان بيكون في حاجه جديده ومختلفه، لكن عشان دايما بنفكر ازاي دول بيلعبوا لعبه مش مؤمنه خالص، بس هم بيلعبوا حاجه بتمتعهم. تعال نشوف. ودلوقتي جه ميعاد اسكو لاعب ريال مدريد الملقب بزيدان الجديد، وهنشوف فيديو بيجمع اهم وافضل لحظاته في الملاعب. ومن اسكو راموس بس بعد الفاصل، ومتابعه معاكم على الهاشتاج بتويتر A1.
ورجعنا ولسه مكملين ومن اسكو لراموس اللحظات الاخيره وهداف المدافعين وافضل مدافع في العالم. هنشوف له فيديو وهو بيحرز اهداف 5 بعد الدقيقه 90 وبينقذ ريال مدريد دايما من الخساره. تعالوا نشوف. بنستنى فيديو سرعة الأمواج عشان دي رياضة من أجمل وأصعب الرياضات في العالم، كمان بيقولوا عليها ركوب الأمواج. بصراحة فيديوهاتها دايما بتبهرنا عشان الناس دي مش بتخاف وتتحدى البحر والأمواج العالية، وأعرف ناس كده حاولوا يقلدوهم بس على خفيف. تعالوا نشوف الفيديو. نروح بقى نشوف خدع زاك كينج المتألق جدا واللي دايما بيفاجئنا بأفكاره المجنونة والجديدة. أنا عن نفسي بحب زاك. تعال نشوف. Hey guys, we're doing something pretty cool this year. It's with a ministry called Operation Christmas Child. So we're gonna take this shoebox inside and I'm gonna show you what we're gonna do with it. I'm out of candy, but I do have a trick. Hey, hey. Whoa! 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 That's right, a real life hoverboard! Ho ho ho! You ready? Ready! دلوقتي هنشوف احدث فيديوهات قناه دو بيرفكت اللي كل فيديوهاتهم اكيد جديده ومختلفه، بيخلقوا من كل رياضه شكل جديد ومختلف، عشان كده بهتم دايما اني اوريكم الناس دي بتعمل ايه وبتعقدنا ازاي. Okay, I think we're gonna have to start inside the course. 3, 2, 1, go! Oh, they're off! They're both through the tunnel! And Kobe! Kobe, he's in the lead! He's in the lead! Oh, no, he gets stuck in the tunnel! Oh, he can't take the lead! No! 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 No!
بحب اختم الحلقه وانهي الفيديوهات بحاجه مش عاديه او يكون في معلومه مفيده تستفادوا منها. الفيديو ده تحت عنوان للتحدي والاصرار. انا جبت متحدين اعاقه كتير، تنس، سله، سباحه، كره قدم، وفي اللي بيلعب اكتر من لعبه في نفس الوقت، بس ده بقى مختلف تماما. حتى اللي بيقدموا كمان هنشوف فيديو لمجموعه شباب بيتحدوا الاعاقه وبيرقصوا على الكراسي المتحركه، والفرقه دي من احلى واجمل فرق الرقص اللي ممكن تشوفوها في العالم. تعالوا نشوف. На колясках «Гротеск» я занимаюсь уже 10 лет. У меня пожелание к таким людям, которые по каким-то причинам попали в такую ситуацию, что необходимо жить в коляске, постараться перебороть себя, перебороть свои страхи, свои комплексы, выйти из четырех стен. В данный момент мы готовимся на Кубок мира, Кубок континентов. Будем выступать в общем составе, коллективе, ансамблем и соло. كده تكون خلصت فيديوهاتنا وخلصت حلقتنا، بس معانا تويتاتكم وارائكم في البرنامج اللي بتابعها معاكم حلقه حلقه. تعالوا نشوف مين معانا في الاول. على ما اعتقد عليا، عليا عبد العزيز: فيديوهات بتدينا طاقه وامل. ثانك يو يا عليا، وانتي الناس هتحسدك عشان انتي اكتر واحده بيبقى ليكي تويتات هنا. محمد: طيب اقول لك شابو بقى ليكي وعلى ادائك الحلو كالعاده وعلى حلقه النهارده الجميله قوي، والله موفقه دايما يا رب يا ماي. ثانك يو يا محمد، واستنى فيديوهات احلى. تقى جلال: احلى واغرب فيديوهات النهارده وكما كل يوم، والفيديو اللي بتختمي بيه الحلقه ملوش حل، كلام يتقال والله من نجاح لنجاح اكبر يا احلى مي. هي التويته ملخبطه شويه بس ثانك يو يا تقى. رغدة بتقول: مي انتي تعملي لنا فيديوز بعد كده عن اهميه المذاكره وازاي نذاكر عشان انتي ادائك مقنع قوي، يمكن نقتنع ونذاكر مثلا. ماليش دعوة. وبكده تكون خلصت تويتاتنا وخلصت حلقتنا. واحب افكركم كل اللي عاوز يكون ضيفي يبعت على اي صفحة، ان شاء الله صفحاتي انا، يبعت على الهاشتاج A1، يبعت على صفحة القناة بالفيسبوك انها رياضة، بتلعب رياضة، بتعمل فيديو دمه خفيف، بتلعب خدع بصرية، بتعمل اي حاجة ابعتها وهتكون ضيفي انا. بشوفكم بكرة في حلقة جديدة.